تتجه أنظار جماهير وعشاق الساحرة المستديرة في 8:30 مساء إلى استاد القاهرة الدولي الذي يستضيف مباراة القمة بين الزمالك والأهلي ضمن الجولة 14 من الدوري الممتاز. ومن محيط استاد القاهرة الدولي ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري إلى هناك كريم بيبرس. كريم، أطلعنا على أجواء ما قبل انطلاق المباراة. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هي قمة هامة جدا، وهي القمة الأهم بين قطبين الكرة المصرية في الجولة 14، وهو نادي الزمالك ونادي الأهلي. الجماهير بدأت بالتوافد على استاد القاهرة منذ الساعة 2 تقريبا ظهرا. هناك العديد من الجماهير الذين جاءوا من القاهرة، هناك العديد من الجماهير الذين جاءوا من محافظات عديدة، حتى من الصعيد ومن سوهاج ومن قنا وغيرها من المحافظات، جاءوا بالفعل خصيصا كل هذه وتحركوا كل هذه المسافة وصولا لاستاد القاهرة ليحضروا هذه المباراة. لها دائما طبيعة خاصة يعني بين الزمالك والأهلي، بعيدا عن من يفوز بالدوري المصري أو درع الدوري المصري، دائما ما يكون هناك المنافسة هامة وخالصة بين قطبين الكرة المصرية، نادي الأهلي ونادي الزمالك. هناك التأمينات الخاصة باستاد القاهرة ودخول اللاعبين متواجدة بالفعل حول استاد القاهرة، ولكن أيضا بجانب التأمينات رأينا الجماهير تتحرك من محطات المترو وتتحرك في الشوارع المختلفة لتصل إلى استاد القاهرة. هناك حماس كبير جدا بين الجماهير من القطبين سواء الزمالك أو الأهلي، خصوصا أن الفارق بين متصدر الدوري المصري الآن وهو النادي الأهلي ونادي الزمالك هو 5 نقاط فقط، وإذا فاز نادي الزمالك اليوم يتقلص الفارق لنقطتين فقط بين الناديين، وإذا فاز النادي الأهلي وهو متصدر الدوري كما ذكرنا هذه الأيام في جولة 14 يزيد فارق النقاط بين الناديين، ولكن ربما من يفوز اليوم يعطي دفعة للنادي الخاص به وصول لمحاولة للفوز بالدوري المصري. الزمالك يدافع عن هذا اللقب بعد أن فاز به مرتين متتاليتين، وهو الأهلي يحاول أن يستعيد هذا اللقب مرة أخرى والزمالك يدافع عن اللقب. سننتظر بالطبع بعد ساعة ونصف أو ساعتين تقريبا ستبدأ المباراة، واستحضور كبير من جماهير نادي الأهلي ونادي الزمالك في محاولة للوصول لبداية وأيضا الحصول على هذا الفوز. نعم، الكبير الذي ينتظره جميع عشاق الكرة المصرية من نادي الأهلي ونادي الزمالك. نعم، كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من محيط استاد القاهرة الدولي، شكرا جزيلا لك.